انطلقت أعمال الاجتماع التحضيري لفعاليات أيام دول مجلس التعاون الخليجي والتي سوف تقام في الكويت خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه الفعاليات ترجمة لتوصيات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي تأكيدا على اللحمة الخليجية ووحدة الصف والمصير المشترك. في إطار تنسيق وترتيب الفعاليات والتي من المقرر أن تقام في دولة الكويت، انطلقت أعمال الاجتماع التحضيري والتنسيقي لفعاليات أيام دول مجلس التعاون الخليجي. هو طبعا للتنسيق حول إقامة بعض الفعاليات الخاصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لإبراز كل الإنجازات اللي قامت فيها الأمانة العامة على السنوات الماضية، لذلك بمناسبة أن دولة الكويت هي دولة الرئاسة لمجلس التعاون، فكان هذا الاجتماع مع كافة القطاعات المختلفة بالإضافة إلى أيضا حضور أغلب وزارات ومؤسسات دولة الكويت، وذلك للتناقش حول هذه الفعاليات، وكل جهة راح تمثل مقابلة مع القطاع المختص في الأمانة العامة، وإن شاء الله هذا التنسيق سوف يكون في خلال الأشهر القادمة. راح يكون هناك فعالية مشتركة مع الأمانة العامة نبين فيها إنجازات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون وما تقوم به في تسهيل كافة ما يهم المواطن في كل دول مجلس التعاون. البرامج المقترحة لفعاليات أيام دول مجلس التعاون متنوعة وشاملة وذات مضمون قيم وعلى عدة محاور، منها الإنسان والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة والملكية الفكرية ومكافحة الممارسات الضارة وقطاع الشؤون العسكرية، بالإضافة إلى محاور أخرى عديدة. وضع خطة تنفيذية لإقامة فعاليات أيام مجلس التعاون في دولة الكويت خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله. سيتم تحديد الموعد لاحقا بالتنسيق بين الطرفين. هذه الأيام ستكون متميزة بإذن الله، حيث ستشمل كافة المجالات، سواء المجالات الاقتصادية بكافة قطاعاتها التجارية والمالية والغرفة والصندوق وكل الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات الإنسان والبيئة، سواء المجالات الثقافية الصحية العلمية وكذلك الفعاليات الإعلامية. ستكون هناك فعاليات في الجانب العسكري والجانب الأمني، سيتم تنسيقها ما بين الطرفين لإخراجها بالشكل اللي يوصلها الفئات المستهدفة في المجتمع الخليجي. أيام دول مجلس التعاون الخليجي تأتي ترجمة لتوصيات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وتأكيدا على اللحمة الخليجية ووحدة الصف والمصير المشترك. من الاجتماع التحضيري لفعاليات أيام دول مجلس التعاون الخليجي، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.